يوجد مؤسسات خيرية تدفع لها الصدقات عن طريق البنك، هل يصدق علينا وتصدق؟ نعم، ما يسمى بالاستقطاع، الاستقطاع هذا يصدق عليه نتصدق بصدقة مستمرة، فيستقطع مثلا بأن كل يوم من مثلا من رصيده ريالين أو 3 ريالات أو أكثر أو أقل، فهذا الاستقطاع لهذه الجهة الخيرية يصدق عليه أنه تصدق كل يوم بصدقة. وهذه من الأفكار الجيدة في هذا التي يضمن معها أنه يتصدق كل يوم بصدقة، فيضع استقطاعا يوميا ولو مبلغ يسير.